إقرار الإعفاء الضريبي على بعض الأدوات واللوازم المدرسية، إجراء جديد تتخذه المديرية العامة للضرائب في إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن الموزعين في قطاع اللوازم المدرسية. هذا الإجراء سيكون له الأثر الإيجابي في أسعار اللوازم المدرسية وفق ما يؤكده الكتبيون. بالنسبة للإعفاء الضريبي اللي شمل الكتب والأدوات المدرسية هذا العام، هذا راه بادرة طيبة من الدولة، وهذه نقطة مهمة اللي كتنقص من أعباء المالية ديال الأسر. راك تعرف دابا في هاد الوقيته هادي كاين السفر، كاين العطل، كاين هادو كتجيو ثاني مباشره من مورا هاد الشيء ديال هادي، وهادي بادره طيبه وفرحت الاباء. القائمة الموسعة للمواد التي أصبحت مؤهلة للاستفادة من هذا الإعفاء تشمل عددا من العناصر مثل دفاتر الملاحظات ودفاتر التلوين والمواد اللاصقة الخاصة، بالإضافة إلى مآزر الرسم البلاستيكية ومواد أخرى. هذه المواد يشترط أن تكون موجهة بشكل حصري للاستعمال المدرسي. جمعيات حماية المستهلك تلقت هذا الإجراء بترحيب كبير بعد أن كانت الضريبة على القيمة المضافة لهذه المواد في حدود 7%. احنا كجمعية نتمنوا هذا الإعفاء الضريبي اللي جاء بصالح المواطن، وإن شاء الله غادي يكون مع الدخول المدرسي بصالح المواطن البسيط اللي هو يا أزمات وهاد الظروف هادي، كل شيء في الصالح ديالو إن شاء الله ويكون في الصالح ديالو إن شاء الله. إقرار الإعفاء على الضريبة المضافة إجراء واعد يبشر بدخول مدرسي هادئ، والهدف توفير الشروط اللازمة التي تمكن من تحسين التحصيل الدراسي للتلاميذ في مختلف الأسلاك التعليمية.